بس كوبر كان له يعني له بصمه مع منتخب هو ليه ما انا دايما بتكلم في ايه يعني هو كوبر مشكلته ان هو كان واقعي زياده عن اللزوم مع الاداء اللي موجود لمنتخب مصر، كان بيحط كل لعيب في القدر بتاعه، فعشان كده على فكره دايما انا بختلف دايما دي اللي انا بختلف فيها. طبيعي الاختلاف ده وارد، ولكن انا بتكلم في ايه، في حته الواقعيه. يعني النهارده ما بينك وما بين مستويات المنتخبات الكبيره، يعني بصيت منتخب نيجيريا بيلعبك ضغط عالي، انت مش قادر تستحوذ على كره تانية، مش قادر تطلع من نص الملعب. ايوه ما دي انت عندك مشكله كبيره، ده فكر فني. انت انت عندك لعيبه مش مستوياتها بالظبط، مستوياتها مش قليله. لا مستويات محدوده لا. بالنسبه للعيبه اللي موجوده ماشي. ده من وجهه نظري ماشي. طب قول لي لم يكن نجم او نجمين هو اللي بيفرق في يعني اللي بيصنع الفارق. يعني عندنا صلاح فايق هتلاقيه عدى واحرز وودى منتخب مصر كاس عالم. هتلاقي تريزيجيه كويس، هيبقى موفق، هيعمل ضربه جزاء، هنروح كاس عالم. فهي القصه في ان انت عندك لعيبه فرديه، ولكن على المستوى الجماعي المستوى الجماعي ده اللي بيعمله هو بقى وفر لك المستوى الجماعي كوبر في الفتره بتاعته. مستوى الجماعي ازاي؟ مع امكانياتك مع مشاكلك اللي ما فيش فروقات بالنسبه للعيبه كبيره. يعني على الاقل كان فيها هويه لمنتخب مصر، في شغل ديفنس بشكل معين، ولكن في على فكره شغل هجومي وانت كنت بتحس بيه. الاهداف اللي دخلت فينا كلها دفاعيه ايام كوبر. ايام كوبر ايام كوبر لا بس يعني هويه، انا بتكلم على هويه. فاينل افريقيا انا فاكر ان الاهداف اللي دخلت فينا كانت اهداف اخطاء دفاعيه قاتله، في ظل ان احنا كنا حاطين كوبر ان هو عامل منظومه دفاعيه هايله جدا، وده ما كانش صح خالص. ايوه بس مثلا الفاينل والكاميرون كمان ده كان لو تفتكر كان خطا فردي. انا بتكلم على الاخطاء الدفاعيه لا خطا فني ما يتحمله برضو جزء كبير جدا مدير فني. طيب خلونا يعني في الحوار. انا بتكلم ان احنا ما جالناش مدرب عمر اقنعنا فنيا، طور فنيا، طور جماعيا زي ما انت بتقول. لو انت ما بتلاقيش صلاح زي، ودي مشكله كبيره جدا. انت عندك ممكن تعمل شكل جماعي بلعيبه امكانياتها يعني هنقول تفوق كل متوسط، بس يبقى عندك مدرب بيعمل شكل جماعي.